سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة السابعة. هاي يا خالتي صفية. أي أحكي لي. والله رأيك شنو لطيفة. يا خالتي صفية. نعم. في المرة الفاتت قلت لينا إنه فرعون لما فك شعب بني إسرائيل الله ما جابهم بالطريقة اللي بيمر بمنطقة غزة حسة. أي. مع إنه ده الطريقة القصير. وده كان ترتيب مقصود من الله. عشان إذا واجهتهم حرب ما يندموا يرجعوا تاني لمصر. ده صح. عشان كده جابهم عن طريق الصحراء باتجاه البحر الأحمر. ده كلام صحيح. وسيدنا يوسف عليه السلام كان قال لي بني إسرائيل الله حيعينكم ويمرقكم من مصر. ولما تمرقوا أنا عايز أوصيكم. ووصيتي هي إنكم لازم تشيلوا رفاتي معاكم وتدفنوها في بلاد كنعان. وتنفيذاً للوصية دي سيدنا موسى أخذ معاه رفات سيدنا يوسف ودفن في كنعان فعلاً. وبعد فترة بني إسرائيل رحلوا من سكوت ومشوا نزلوا في حتة اسمها إيثام في طرف الصحراء. والمولى كان بيقودهم ويدلهم على الطريق في عمود من السحاب بالنهار وفي عمود من النار بالليل. وعمود السحاب وعمود النار ديل ما كانوا بيغيبوا لا ليل لنهار من قدام الشعب. عشان كده الشعب كان بيمشي ليل ونهار. وفي إيثام الله قال لسيدنا موسى يا موسى قل لبني إسرائيل أرجعوا وأنزلوا وشدوا خيامكم في الصحراء على مسافة من البحر الأحمر. وفرعون حيفتكر إنهم تاهوا وانقطعوا هناك بين الصحراء والبحر. وبكده أنا حقصي قلبه عشان يطاردهم ويرجعهم تاني للعبودية. وحقيقة تظهر لفرعون وجيشه كله وللمصريين الباقين وحيعرفوا إنه أنا القادر الجبار. وشعب بني إسرائيل فعلا نفذوا أمر الله اللي قالوا ليهم سيدنا موسى عليه السلام. أما فرعون ومستشارينه لما عرفوا إنه بني إسرائيل هربوا وما حيرجعوا تاني زعلوا جداً وقالوا نحن ليه صرفنا كده وفكينا بني إسرائيل مع إننا محتاجين لهم عشان يخدمونا؟ فعلاً يا جماعة نحن غلطنا غلطة كبيرة لأننا فكيناهم. أنا حوريهم كويس يا مستشار. نعم يا مولاي. جيّز رأي الجيش بسرعة. أنا لازم أدب بني إسرائيل. أنا لازم أدب العبيد ديل. أمرك يا مولاي. العبيد ديل فعلاً لازم يتأدبوا. أيوة. وفعلاً الله سبحانه وتعالى قس قلب فرعون. وفرعون جهز مركبته الحربية الخاصة وساق معاه جيشه بكل المركبات الحربية. وكانت أحسن 600 مركبة منها تحت إشرافه المباشر. وبعد الاستعداد ده فرعون طارد بكل جيش وشعب بني إسرائيل المتمرد عليهم لغاية ما قرب ليهم وشافهم معسكرين في الصحراء على مسافة من البحر الأحمر. ولما فرعون بجيشه قرب على شعب بني إسرائيل وهم شافوه ماشي عليهم خافوا واستنجدوا بالله وقالوا لسيدنا موسى عليه السلام يا موسى يعني ما في مغابر في مصر لدرجة إنك تجيبنا هنا ده الصحراء دي عشان نموت فيها؟ وكمان الفايدة شنو طلعتنا لها من مصر؟ نحن من الأول قلنا لك خلينا نقعد هناك ونخدم مع المصريين. ده كان أرحم لنا مما نموت في الصحراء دي. ما تخافوا يا جماعة. أثبتوا وحتشوفوا كيف إنه الله حينجيكم الليلة. لأن المصريين اللي انتوا شايفينهم ديل تاني ما حتشوفوهم للأبد. الله حيحميكم ويكفيكم شرهم بدون ما تعملوا أي شيء. أسمعوا كلامي ده وما تشيلوا أي هم. وسيدنا موسى فعلا اتأثر بكلام قومه. أيوة. عشان كده دعا الله إنه ينجيهم من المصريين. لكن الله قال له
يا موسى انت مالك بتشتكي لي؟ انا كلامي واضح، قول لبني اسرائيل ارحلوا، وانت مد يدك وارفع عصايتك على البحر وشقوا النصين عشان بني اسرائيل يمشوا في النص بالارض الناشفه ويطلعوا. وانا هاعمي بصيره المصريين ويدخل وراهم، وتصهر قوتي لما اغرق فرعون ويعيشوا في البحر. واللي حيحصل ده حيخلي المصريين الباقين يعرفوا انه انا العزيز الجبار. وقال يا جماعه، بعد ما كان متقدم قدام جيش من اسرائيل في عمود السحاب اتحول ورجع وراهم، وعمود السحاب بقى فاصل بينهم وبين جيش المصريين، عشان كده ما كان في واحد من الطرفين المتخاصمين قرب للتاني طول الليل. سيدنا موسى عليه السلام فعلا مد يده وأشر بعصايته على البحر، والله رسل له ريح حبت على البحر من ناحية الشرق طول الليل ونشفته في النص. ومع طلوع الفجر بني إسرائيل مشوا بالحتة الناشفة اللي كانت في النص، في نص البحر، والموية كانت زي السور بيمينه وبشماله. والمصريين تابعوهم ودخلوا وراهم لغاية نص البحر بكل قوتهم العسكرية. وفي الصباح الله سبحانه وتعالى كان مراقب المصريين من داخل عمود النار والسحاب، ونزل غضبه عليهم وخلاهم مربوكين، وعطل عجلات مركباتهم لغاية ما غلبهم يشوفوها. بعد الموقف ده المصريين قالوا نحن لازم نهرب من مواجهة بني إسرائيل، لأنه الله واقف ضدنا وبيحاربنا عشان ينجيهم ويهلكنا. أوه ده شنو اللي بيحصل ده؟ أنا ما قادر أسوق المركبة دي، عجلات تتعطلوا. أوه أنا كمان عجلة المركبة بتاعتي تعطلوا. شوف الحكاية دي شنو المصيبة اللي وقعنا فيها دي؟ شنو المصيبة دي يا جماعة؟ كل مركباتنا تعطلت والعبيد عدوا من الناحية الثانية. أيوة الناس دي يا جماعة نجوا لأنه الله وقف معاهم وحاربنا. نحن حنهلك كده. عشان كده أحسن نهرب بسرعة. يلا 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 نطلع من يلا. هنا. وفي الصباح لما المصريين كانوا في نص البحر، الله قال لسيدنا موسى عليه السلام: يا موسى مد يدك وأرفع عصايتك على البحر مرة تانية عشان الموية تنزل على جيش المصريين وتغرقهم. وسيدنا موسى فعلا نفذ أمر الله، والبحر رجع لحالته العادية الطبيعية، والمصريين حاولوا يهربوا من نص البحر، لكن طبعا أمر الله كان أقوى منهم وغرقوا كلهم ولا واحد منهم ما نجا. وبني إسرائيل طبعا كان عدوا الحتة الناشفة في اليوم ذاك، والله نجاهم من المصريين. وهناك وهم على الشاطئ شافوا كيف إنه الله أهلك المصريين بالجملة بقوته العجيبة، عشان كده خافوا الله وآمنوا به وصدقوا موسى عبده. بعد النجاة سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل أنشدوا النشيد ده تمجيدا لله. لله نشيدي لله نشيدي لأنه عظيم ومقام سامي. الفرسان وخيولهم غرقهم في البحر، الفرسان وخيولهم غرقهم في البحر. لله نشيدي لله نشيدي لأنه عظيم ومقام سامي. الله قوتي ونشيدي، الله نجاني، وهو إلهي البسبح وإله أبوي.
وأنا أعظمه. المولى حارب أعدانا، العزيز الجبار اسمه. لله نشيدي، لله نشيدي، لأنه عظيم ومقام سامي، ومقام سامي. مركبات فرعون وجيشه غرقهم في البحر، أقوى قادة فرعون غرقوا في البحر الأحمر، غطتهم الموية، حتلوا تحت، حتلوا، حتلوا تحت، حتلوا زي الحجار. يا رب يدك الغدير باطشة، يا رب يدك تحطم العدو، وبعظمة جلالك تهلك البغاوموك وترسل غضبك ويحرقهم زي القش. بنفخة منك الموية بقت غزيرة، الموية الجارية وقفت زي الجدار، الموية الغزيرة تجمدت في قلب البحر، وبني إسرائيل عبروا بأمان. لله نشيدي، لله نشيدي، لأنه عظيم ومغام سامي، ومغام سامي. والعدو تباهى وقال بني إسرائيل طاردهم والحقهم واخذ ما عندهم واشبع بيه، بعد ما أسل سيفي عليهم وأهلكم. لكنك يا مولاي نفخت، ونفختك العجيبة دمرتهم وطمرتهم تحت الموية وحتلوا فيها زي الحجار. يا مهاب يا مجيد يا صانع العجائب، مديت ايدك الغديرة والموية بلعتهم، مين زيك في الآلهة يا رب؟ من مثلك يا قدوس يا جليل؟ لله نشيدي، لله نشيدي، لأنه عظيم ومقام سامي، ومقام سامي. برحمتك ووعدك يا ربي وحتوصلهم بقدرتك لأرض الميعاد، والشعوب التانية حتسمع وتخاف، الخوف حيملى قلوب السكان المنتشرين على طريق البحر المتوسط. لله نشيدي، لله نشيدي، لأنه عظيم ومغام سامي، ومغام سامي. ومراء أدوم حيخافوا، وقوات مواب حيخافوا، وكل سكان أرض كنعان الأرض الموعودة حيمزق الخوف قلوبهم وتصيبهم الرجفة. وبضربة يدك الغديرة كل الأعداء حيتبكموا ويبقوا زي الحجار، لغاية ما يتخطاهم يا رب شعبك اللي عتقته، وتجيبهم وتنشرهم في أرضك، أرض الميعاد يا رب، هل فيها الجبل اللي أسست بيدك لعبادتك في المستقبل. يا غدير يا غدير يا فرد يا صمد يا مالك الملك للأبد. لله نشيدي، لله نشيدي، لأنه عظيم ومقام سامي، ومقام سامي. وبعد هلاك جيش فرعون ونجاة العبرانيين، مريم أخت النبي موسى وهارون الكبيرة اللي كانت إنسانة تقية وصالحة وملهمة من الله، أخذت ليها طارة في يدها، وكل النسوان مشوا وراها بالطار، وكانوا بيرقصوا وبيتمايلوا من شدة الفرح. ومريم كانت بتقول ليهن: أمدحنا الله لأنه عالي القدر وعظيم الشأن، والفرسان وخيوله من راكبنا كلهم غرقوا في البحر. لا حول. طيب يا جماعة، دي كانت نهاية الجزء السابع، خلونا الليلة نجيب هنا.
شكرا يا خالد. الله يخليكم. شكرا. حواصل لكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.